صباح الخير واهلا بكل الساده المشاهدين اللي انضموا الينا من خلال شاشه الثانيه. يوم جديد بيبدا مع حضراتكم ومصر جميله. صباح الخير يا حياتي. صباح النور يا عين. صباح النور مشاهدينا الكرام. يوم جديد جميل مليان بالطاقه الايجابيه باذن الله زي ما احنا متعودين في مصرنا الجميله. ان شاء الله يا رب يوم جميل. والحقيقه ان احنا ملاحظين مع حضراتكم في تغيرات كبيره في الجو. امبارح كان حر قوي، النهارده في جو فيه شيء من البروده، وطبعا ده بسبب التغيرات المناخيه اللي بتحصل في العالم كله. واعتقد انه العالم كله بيتكلم على تغيرات المناخ ولازم كلنا ناخد بالنا. يعني الحقيقه اللي عنده اطفال واللي عنده ناس كبيره لازم ياخد باله وياخد باله انه التغيرات والتقلبات في الجو ممكن هي تؤثر على الصحة العامة. فبالتالي ما نأمنش قوي لما نلاقي الشمس طالعة، ناخد جاكيت وإن شاء الله يوم يبقى جميل. امبارح تابعنا مع حضراتكم العزاء اللي كان مقام للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وكان مقام في مسجد المشير طنطاوي. والحقيقة أنه كان فيه وفود كبيرة جدا من المسؤولين الحاليين وايضا السابقين واللي راحوا قدموا واجب العزاء. شفنا ايضا صوره لحرم الرئيس السيسي وهي بتقدم واجب العزاء للسيده سوزان مبارك في وفاه الرئيس الاسبق محمد حسني مبارك. والحقيقه انه دي صوره من صور التحضر اللي احنا نقدر نتكلم عليها من خلال الصور الايجابيه اللي احنا بنشوفها في مصر كل يوم. الحقيقه احترام شديد جدا من المصريين لقادتهم السابقين، وده طبعا كان واضح جدا من خلال الجنازة العسكرية وأيضا هذا العزاء اللي ضم عدد كبير جدا مش بس من المصريين وأيضا من الوفود العربية. خلينا نروح لخبر تاني بيتم تداوله على السوشيال ميديا بشكل كبير الفترة اللي فاتت. كمية إشاعات هند بتطلع، مصر فيها كورونا، مصر مش عارف إيه. إحنا عندنا بيان مشترك من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية. يا جماعة الحاجات دي فيهاش تهريج، بلاد كبيرة وبلاد كتيرة حصل فيها حصل عندهم هذا المرض او هذا الفيروس متواجد وبيعلنوا، فما ينفعش لو احنا عندنا حاجه ما نعلنش. ده اللي بيقولوا المسؤولين عندنا في هذا البلد، واحنا عندنا منتشر فيه لو في اي حاجه بنقول. ومنظمه الصحه العالميه هند كانت اشادت بالاجراءات الوقائيه اللي مصر اخذتها في الفتره اللي فاتت. حقيقي. وبفضل الله الحمد لله لغايه دلوقتي مفيش حاجه. هنقرا لكم يعني البيان المشترك من وزاره الصحه والسكان منظمه الصحه العالميه. بيقول تعافي اول حاله حامله لفيروس كورونا المستجد بالبلاد ومصر خاليه من كورونا المستجد. اعلنت وزاره الصحه والسكان المصريه ومنظمه الصحه العالميه عن تعافي اول حاله كانت حامله لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 داخل البلاد لشخص اجنبي وخروجه من مستشفى العزل بعد التاكد من سلبيه النتائج المعمليه له وقضاء فتره حضانه الفيروس بالتنسيق مع منظمه الصحه العالميه. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن الفريق الطبي المتابع لحالة الشخص الأجنبي قام بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل الدورية، كما تم أيضا إجراء تحاليل البي سي آر له تحت إشراف كل من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية عدة مرات متتالية، آخرها كان اليوم بعد قضائه 14 يوم داخل الحجر الصحي وجاءت النتيجة سلبية. بالتالي احنا لازم نقول ان احنا دايما عندنا مكاشفة وعندنا مصارحة لما يحدث على ارض مصر. والحقيقة ان احنا نخبي او انه يعني يبقى في اشاعات انه الدولة المصرية بتقول ان ما فيهاش حالات فيروس كورونا بالرغم انه ممكن يكون فيه، ده شيء سلبي جدا لازم كلنا نتصدى ليه بقوة شديدة جدا. لانه في الحالة دي احنا بنتكلم على اجراءات عالمية وبنتكلم على فيروس بيصيب عدد كبير جدا من دول العالم واجراءات بتتم في عدد كبير من الدول من اجل وقاية شعوبها. فبالتالي ما ينفعش ان اشاعة زي دي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وان احنا نستجيب ليها. الحقيقة انه السادة المسؤولين مشكورين يعني يتابعونا وبيولونا دايما باهم واخر الاحداث وخاصة في شأن فيروس كورونا. مصر خالية من فيروس كورونا، والحالة اللي كان مشتبه ان هي مصابة بهذا الفيروس تم عزلها لمدة 14 يوم وتم اجراء الفحوصات الدورية ليها على مدار ال 14 يوم، وبالفعل خرجت بالامس والتقارير كلها والفحوصات كلها سلبية. فبالتالي احنا كلنا نطمن ناخد الاجراءات الوقائية ناخد بالنا لكن ما ننشرش اشاعة ممكن هي تأثر بالسلب على حاجات كتيرة جدا منها مثلا الاقتصاد او السياحة. صحيح. وخلونا نقول ان احنا لو تفتكروا كده فاكرين اول ما الحاله دخلت كانت اول حاجه مصر عملتها ايه؟ انها اعلنت ومنظمه الصحه العالميه
اشادت بالاجراءات الاحترازيه اللي عملتها مصر، واشادت بان مصر اعلنت عن كان وجود في حاله وكده، وابتدت ان هي تخش وتتعالج ومفيش مشكله الحمد لله وطلعت. فخلوني اقول لكم برضو ردود الفعل. يعني المتحدث الرسمي قال انه عند خروج الحاله من المستشفى كان في استقبالها وفد من سفاره بلاده، واشاد بالرعايه الطبيه اللي تلقاها المريض طوال فتره العزل، مشيدا بالاجراءات والتدابير الوقائيه اللي تتخذها مصر لتصدي لفيروس كورونا المستجد. وفي هذا الصدد اشاد الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر بالخطة الاحترازية التي تطبقها مصر لتصدي الفيروس كورونا ونجاحها في اكتشاف الحالة وكفاءة الإجراءات الطبية والوقائية التي تم التعامل بها مع الحالة حتى تمام التعافي، مشيرا أنه بذلك أصبحت جمهورية مصر العربية خالية تماما من الفيروس. خالية تماما من الفيروس، مين اللي بيقول؟ دكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. يعني مفيش مجال ان احنا بقى نقعد نمشي ورا الاشاعات والحاجات دي كلها. ارجوكم صح. اي حد عنده خبر يتاكد منه قبل ما ينزله او قبل ما يعمل له شير، مش عشان خاطر يعرف فلان اللي عمل الخبر ده حطه او كده يجي عامل شير من غير ما يتاكد. اتاكد حضرتك من المصدر وبعد كده اعمل شير زي ما انت عايز. ممكن تصير بلبله، ممكن تعمل مشكله كبيره جدا بمجرد انك عملت شير لخبر. يا ريت نتاكد صح. وبرضه في هذا السياق تتابع وزارة الصحة والسكان انعقاد غرفة إدارة أزمات، وبتعمل هذه الغرفة على مدار 24 ساعة، وبتضم ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بديوان عام الوزارة لمتابعة موقف فيروس كورونا المستجد داخل البلاد وخطة الوزارة الوقائية والمنافذ وأيضا المواني وجميع المديريات الصحية بجمهورية مصر العربية. طبعا ما نقدرش نقول إنه ما فيش حد ما عندوش برد اليومين دول أو عنده الإنفلونزا، طبيعي، ولكن أعراض الإنفلونزا بتختلف تماما عن أعراض فيروس كورونا. فممكن يعني مثلا على مدار الأسبوع اللي فات حاتم كان عيان وأنا كمان كنت عيانة وكان عندنا عادي، يعني برد عادي. فكرة فيروس كورونا إنه لازم يكون في حرارة وفي نفس الوقت كمان لازم يكون في نظافة من البيئة المحيطة للإنسان ساكن فيها أو بيتعامل فيها مع الناس، والناس تبقى واخدة بالها. لو حضرتك أخدت بالك من نظافتك الشخصية، غسلت إيدك بصورة دورية، يعني كل شوية تدخل تغسل إيديك، الأماكن اللي انت قاعد فيها تطهرها وترش فيها مطهرات وتنظف حتى بالصابون، خلاص مش هيبقى فيه مشكلة ولا هيبقى فيه قلق عام. الحمد لله الدولة واخدة بالها واخدة إجراءات احترازية من أجل وقاية المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس، ولكن احنا كمان علينا دور مهم جدا ان احنا ناخد بالنا وناخد بالنا من اللي حوالينا. اللي عنده برد يقعد في بيته لغاية لما يتعافى وبعد كده يتعامل مع الآخرين. اللي عنده برد ياخد باله ان هو لما يعطس يحط حاجة يعني يعطس فيها او يلبس ورق مناديل اي حاجة وهو بيتعامل مع الناس، يلبس كمامة او مع المحيطين اللي مش لازم البوس والاحضان يا هند بقى وسلام عليك ازيك حبيبي عامل ايه وياخده في حضنه، يعني ما فيش داعي للحاجات دي. ونتجنب شوية موضوع ان احنا نخرج في المولز والحتت المغلقة. لو لقيت حد بيعطس ابعد عنه، يعني لقيت حد بيكح برضو ابعد عنه. التهوية مهمة جدا، التوم والبصل والليمون والحاجات السخنة مهمين جدا جدا جدا. بيقال ان الفيروس عند درجه حراره 20 بيموت، الله اعلم لو المعلومه دي صحيحه يبقى احنا عندنا الحمد لله بفضل الله في مصر الجو بيبقى اعلى من كده والجو بيتحسن، يبقى ان شاء الله باذن الله ما يكونش فيه. لكن تعالوا زي ما هند قالت كده، يعني ناخد بالنا، نشرب ليمون كويس، ناخد فيتامين سي، نغسل ايدينا على طول، نطهر الاماكن اللي حوالينا. التهويه مهمه جدا، ما تقعدش في مكان مقفول. الساده المدرسين ودكاتره الجامعات ارجوكم في المدرجات يبقى في شباك مفتوح او شباكين لمجرد التهويه، لازم جدا يبقى يكون في تهويه. اي حد عيان طبيعي جدا انك تهوي، طول ما انت قافل على نفسك وقاعد بتعطس في مكان مقفول ما الفيروس موجود ويفضل يتجدد ويفضل قاعد موجود. وعلى فكره كل اللي احنا بنقوله ده يعني اجراءات عاديه جدا، ما فيهاش حاجه تخوف ولا يخلي واحد يبقى عنده نوع من انواع الارتباك. ان شاء الله بنتمنى السلامة للجميع. وخلينا ندخل في حلقتنا النهاردة، والنهاردة عندنا مجموعة من الفقرات المتنوعة. طبعا كل يوم سبت بنلتقي مع حضراتكم مع عالم الجمال، بيكون معنا دكتور منير ويليام كبير اطباء جراحة التجميل. النهاردة هنتكلم معاه على عملية الشفط بالدهون، نعرف ما لها وما عليها والايجابيات اللي ممكن الانسان يستفيد من هذه العملية. فقرتنا التانية ان شاء الله هنتكلم فيها عن التغيرات المناخية، ايه هي اهم اسبابها ويعني ايه التغيرات المناخيه وبتاثر علينا ازاي. وكان في ناس بتقول ان الدلتا هتغرق في يوم من الايام بسبب التغيرات المناخيه، الكلام ده صحيح ولا ايه النظام ولا ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البرد والهواء والسخونيه والجو الغير يعني مستقر، شويه برد وشويه ساقعه وشويه سخنه وسخونيه وشويه مش بس كده حر، بتاثر على الزرع والتصحر طبعا. يعني الموضوع كبير لازم كلنا ناخد بالنا منه، حاجات كتيره جدا. هنتكلم مع ضيفنا الكريم دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه سابقا، هيفهمنا حاجات كتير جدا، نساله في كل حاجه ممكن تيجي في دماغ اي حد عايز يتكلم عن الارصاد الجويه بشكل عام.
هنطلع فاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم ومصر جميل.